سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا وكانوا لنا خاشعين والذي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبلغها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون وتقطعوا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها
أهلكنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق صدق الله العظيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لا
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم حسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع لا لا يسمعون حسيسها فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى قوم الملائكة
صدق الله العظيم. هذا يومكم الذي توعدون. لما سئل أيوب وقيل له ما هي أصعب لحظات تمر عليه، قال شماتة الأعداء، فبكل إتقان وإصغاء ومن آيات كتاب رب الأرض والسماء ومن خواتيم سورة الأنبياء عشنا وإياكم مع تلاوة تعانقت مع الطيور التي سبحت في السماء وتزوقتها النفوس وكأنها تتزوق الزاد والماء، لأن الذي تلاها قارئ من أجود القراء العالم القرآني القارئ الشيخ مجدي علي النجار قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر المدينة بمركز منشأة أبو عمر. أتقدم نيابة عن عموم عائلات العكارمة وعائلات الحديدي والأسر المرتبطة بهم، أشكر باسمهم لكل من جاء يقدم العزاء. موجات الصوتية مهندس أبو الفتوح السيد وأولاده بمنشأة أبو عمر، فرش نار الحاج محمد حسن بقرية الرواد. أشكر أيضا تصوير الليلة الأستاذ السيد عزة العبادلي عبر قناة عباقرة دولة التلاوة، وشكر الله وسعيكم جميعا.